بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا كده بإذن الله مع بعض تاني إن شاء الله بمجموعة شغل استوكات جديدة بإذن الله دخلت لنا. الناس طبعا اللي بتتعامل معنا في المحل وبتنورنا، والجماعة برضو اللي بيشتروا مننا جملة. أنا حبيت برضو أي شغل بيدخل يعني أعرض طبعا جزء منه كده إن شاء الله، وهيبقى في فيديو تاني بإذن ربنا لبقية الشغل عشان طبعا مساحة الفيديو مطلش يعني على الناس. فهنعرض كده مجموعة الشغل اللي معانا، وإن شاء الله متوفر منها مقاسات أغلبها بتبدأ طبعا حريمي من 36 يصل لغاية مقاس 40، وفي شغل رجالي من 40 بإذن الله لغاية مقاس 45، وفي حاجات 44، والله المستعان كده نعرضهم مع بعض كده. أول قطعة معانا قطعة الأسكس، ده مستوى جماعة الشغل الاستوكات. طبعا قطع يعني فيها ما شاء الله جودة عالية جدا، وفيها فخامة وشغل يعني هو بيتكلم عن نفسه بإذن ربنا. يعني حاول كده اوضح القطع مع بعض كده. المادة اللي هي الجيلي دي طبعا شغل مستواه عالي جدا يعني. ده يا جماعة شغل استوكات. القطعة دي موجودة من مقاس 40 لحد مقاس 45 بإذن الله. رغم ان انا والله يا جماعه في التوقيت ده كنت يعني هوقف ان انا اطلع شغل جمله، لان الحمد لله يعني بيحصل سحب كويس جدا نحمد ربنا عليه، وبنتشرف بكل الناس اللي بتجيلنا في المحل. بس طبعا يعني برضو ايه، عشان الواحد وعد الناس ان يكمل معاهم، فدايما يعني بحاول باذن ربنا يعني ان احنا يكون بينا وبين بعض على طول تعامل يعني، وربنا يوسع الجميع يا رب. دي اول حاجه معانا الاسكس دي. نشوف حاجة تاني كده مع بعض. ده لون تاني من الأسكس. ماتيريال عالي جدا، من أعلى طبعا خامات الاستوكات، مستوى ما شاء الله عليه على قدر الإمكان الواحد بيحاول يوضح يعني شكل القطع. شوف القطعة كده من الداخل. مقاسات يا جماعة من 40 لخمسة 45، متوفرة بألوانها بإذن الله وبمقاساتها. الناس اللي كلمتنا برضه على الحاجات اللي هي السكتشر، ادي السكتشر اهو. طبعا في ناس بتطلع القطعة دي على انها اوريجينال، ربنا يصلح حالهم ويوسع عليهم وعلينا. بس احنا طبعا كل حاجه احنا عندنا الاوريجينال وعندنا الستوك، بنعامل ده على انه ستوك وده على انه اوريجينال، منغشش حد. ده مستوى الشغل اهو. شوف حاجه تاني كده. دي قطعة بومة جلد وجميلة جدا، اللي هي الفراري.
وده الشغل يعني بإذن ربنا يعني اللي يستاهل يتقال عليه كلمة ستوك. عندنا برضه نشوف حاجة تاني كده مع بعض. نيو بالانس. بصوا مستوى الشغل عامل ازاي. حاجة يعني ما شاء الله تبارك الله. نكمل كده بقى الشغل مع بعض. ده النايك اللي هي الاير 270. في حاجات يا جماعه بتبقى داخله قطع وحاجات داخله بمقاسات، عشان برضه ابقى موضح للناس. يعني الحاجه اللي بمقاساتها زي الاسكس، انا قلت ان مقاساتها من 40 ل 45 دي ذكرتها. في حاجات ممكن تبقى جايه لي في وسط الشغل قطع قطعتين ثلاثه من باب الامانه. يعني في ناس كانت بتكلمني برضو ان انا مقل من ان انا اعمل فيديوهات او اظهر بشغل. انا يا جماعه لو معيش شغل ما يعني ما بهتمش ان انا ابقى مثلا ايه متواجد وخلاص، لا، لو في معايا محتوى مهم هيضيف للناس هكون متواجد معاهم. يعني هو ده الهدف بالنسبه لي بصراحه، مش تحصيل مشتركين بس وخلاص على القناه وان انا اكون متواجد وخلاص. انا ما بحبش اضيع وقت الناس او اهدره. ده شكل القطعة يا جماعة مع بعض. سكتشرات برضو اهي. حاجة مستوى برضو يعني جميل جدا. شوف برضو القطعة الأديداس دي. ده اللي هو الأديداس البورش ده. قطعة مرنة جدا ما شاء الله عليها ومميزة. شوف حاجة تاني برضو كده. قطعة برضو اللي هي النايك الاير. شوف شكل كده الشغل ومستواه. الاير زوم اهي. برضو دي بعض المقاسات متوفرة منها. 40 و41 و42 القطعة ديت. في لون تاني منها، لون تاني اللي هو النحاسي. في لون برضو تاني منها هنشوفه ألوانها. قطعة نسائي جميلة جدا. معانا لون تاني منها. في حاجة دي سكتشرات تاني برضو. ده اللون اللي بقول عليه، اللون اللي هو النحاسي. والفيديو ده طبعا يا جماعة هيبقى ليه تكملة تاني بإذن الله. يعني سكتشر برضو. معانا برضو حاجة تاني كده نشوفها. قطعة بومة. وانتظر ان شاء الله تنورونا بإذن الله.
وان شاء الله يبقى في مقطع تاني باذن الله برضو لتكمله الشغل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.